لا الرحمن الرحيم. مثل ما قلت لكم سابقا موضوعنا اليوم عن الغازات. من كثر ما أشوف مراجعين عندي بالعيادة يشتون من الغازات تقريبا أقدر أقول ما في واحد بالكويت ما يعاني مشكلة الغازات. من كثر ما أشوف مراجعين، أول شيء من الشغلات اللي راح أقولها لك في موضوع الغازات أعتقد وايد منكم جديدة عليه أو مو مرة عليه من قبل، أو يمكن تكون معلومات صمية للبعض، واللي متخصصين أو اللي قاري وايد في موضوع الغازات يمكن يشوف المعلومات اللي قاعد أطرحها يعني من الأمور اللي قراها أو درسها إذا كان من المتخصصين. بسم الله نبدأ. إذا كنت من الأشخاص اللي يعانون من سمنة أو سمنة مفرطة، أو عندك كرش كبير، أو حتى لو كان كرش متوسط الحجم، فنتوقع وجود غازات بجسمك بس نسبتها تختلف، يمكن تكون غازات وايد أو متوسطة بس أكيد مو شوية. السبب لأن وجود سمنة معناتها وجود خربطة بالأكل. أنت شلون صرت سمنة؟ ما جاتك السمنة، في خربطة صايرة، هالخربطة تنتج عنها غازات، فوجود سمنة معناتها وجود غازات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل تعلم أنك إذا كنت من الناس اللي تحب الوجبات السريعة فالغازات أمر لابد منه جسمك؟ يعني مجرد انك حبيب للوجبات السريعة وتطلب وجبات سريعة بشكل شبه يوم يوم وترك كل يوم كل يومين، فتوقع وجود غازات في جسمك. مع العلم، انتبه عدل حق اللي بيقول الحين، حتى لو تطلب من الوجبات السريعة بدون مشروب غازي، يعني تقول له بس مثلا برجر وبطاط، توقع غازات. اوبا، يعني اطلب وجبة من ماكدونالدز بدون بيبسي وشير فيني غازات؟ كنا المفروض ما نقول اسم المطعم، يقدرون لا تسكوني قضية تكفون يعني طوفوا شو أي مطعم وجبات سريعة، ما لي خلق عيد السنابة. المهم أي مطعم وجبات سريعة، الحكي اللي بقوله إنه مو بسبب المشروب الغازي فقط تي الغازات، أيضا من المواد المستخدمة في اللحوم والخبز تسبب الغازات. سبب ثاني ومقنع يخلي ماكدونالدز ما يسكوني قضية، اني هاب في ريوقهم، هذا اللي فيه بيض، الصمونة اللي فيها بيض هاب فيها لكم يوم، فيمكن تكون شفيع لي من القضية. نرجع الى محور حديثنا، بما ان يبنى طاري المشروبات الغازية، اي نعم المشروبات الغازية قد تكون هي السبب في وجود غازات ببطنك. جرب اقعها وشوف النتيجة. وياتني مراجعة طبعا عيادة مرة صدمتني صدمة عيشتي، قلت لها انت مشكلتك بس بالغازات، بس المشروبات الغازية، كل اكلك الباقي 100% تمام. كانت تقول لي لا بس انا المشروبات الغازية اللي اخذها دايت. كان انصدم زيادة. دايت زيرو بالسعرات الحرارية صحيح، بس مو زيرو غازات. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. صبر باب من ابواب الجنة. من أسباب الغازات أيضاً، هاي شغلة متعارف عليها، قليل من الناس ما يعرفونها ولكن أغلب الناس يعرفونها، تناول الشغلات اللي نسميها بقوليات، مثل الآش. الناس اللي تحب الآش، في ناس يأكلون آش وايد وعندهم غازات بس ما يدري المشكلة من الآش. الأخوان بالخليج، أدري في وايد دول خليجية عندهم آش يمكن، بس اسمه مو آش، ما أدري يسمونه صراحة، فما أدري شلون أشرح لكم. اكتب آش بجوجل يطلع لك هذه صورته، شوف انت ايش تسميه بديرتك. ما ادري اسمه، من ديره لديره يختلف، بس صراحه ما يخلق اشرح، بس اكتب جوجل اش، وفر علي وعليك عناء الشرح والتعب والامور هذه. وبالمثل الفلافل تعتبر من المواد اللي تسوي غازات، وايضا اشوف وايد هالكثر مراجعين مشكلتهم بالغازات الفلافل، كل يوم تريق فلافل ولا ريوق الدوام فيه فلافل، ويقول لي والله عندي مشكله غازات وما اشرب مشروبات غازيه. والفلافل حج. السكريات الصناعية، المحليات الصناعية، وبعض أنواع المحليات الطبيعية تسبب الغازات أقوى نوع. في ناس كل شغلها صحي بس تحط المحليات الصناعية أو المحليات الطبيعية على أساس أن تقلل السعرات الحرارية اللي تناولها باليوم، وتعاني من مشكلة الغازات وهم ما تدري وين المشكلة. صباح الخير. من أسباب الغازات، الحين مستعدين للصدمة للبعض منكم، من أسباب الغازات البروتين بارز. بوف، صدمة. شون بروتين بار يسبب غازات يا الحبيب؟ بالهداوة راح نفهمك كل شيء. وإحنا قلنا أن محليات صناعية وبعض أنواع المحليات الطبيعية تسبب غازات، والبروتين بار ما يحطون فيه محليات صناعية وبعضهم يحط محليات
وقلنا المحليات الطبيعية والصناعية البار منها يسبب غازات، فيصير البروتين بار اللي فيه هالمحليات اللي تسبب غازات شي يسبب. شاطرين صفقوا المثل. نفس الكلام ينطبق على بعض أنواع البروتين شيكس، والبروتين شيكس أغلب الأنواع مو الكل أغلب الأنواع يسببون غازات. وأصلا لما يشيكت طالع الشيكر بتشوف الغازات، يعني بتشوف غازات بابلز. وفي بعض الأنواع من الشيكرز يحطون لك دائرة اللي فيها نقط كذي عشان تصد البابلز، يعني تصد هذيل البابلز اللي يطلعون من البروتين شيك. أنوه على أمرين قبل لا أسترسل بالشرح. إذا كانت عندك مشكلة الغازات من زمان، يعني 3 سنوات 4 سنوات حتى لو سنة وفوق، فقد تكون المشكلة بجهازك الهضمي. يعني مو نتكلم عن أطعمة، المشكلة من جهازك الهضمي فلازم تعالج. أيضا في ناس عندها تلبك معوي زائد الغازات، هذيل ناس عندهم مشكلة اسمها G6PD، أهم تراجع فيها دكتورك إذا يومك كله غازات. بعد هذا التنويه البسيط نرجع إلى محور حديثنا. تعرفون العود اللي تشربون فيه، ما أدري إيش يسمونه بعض دول الخليج، العود المهم الحين أحط لكم صورته تخيلون شكله. العود اللي هو تشرب فيه البيبسي، وأيضا تشرب فيه مثلا عصير أحيانا. هل تعلم أن هذا قد يكون من مسببات الغازات بالنسبة لك؟ شلون؟ إيه مو الحكي شلون. حجي أنت قبل لا تشرب البيبسي أو قبل لا تشرب العصير، حتى العصير، هذا العود مو يكون فارغ فاضي يعني في هواء؟ أول شيء تمص أنت قبل لا تمص العصير، تمص الهواء، تدخل هواء داخل، بعدين يلك العصير. وطبعا هالشيء مو مرة، يتكرر على طول ما أنت قاعد تمزمز بالعصير كل شوي، بعدين توقف، بعدين ترجع مرة ثانية، بعدين توقف، بعدين ترجع لين يخلص العصير أو البيبسي. شنو قاعد يدخل مسوي؟ هواء. بعد شرح هذه النقطة نرجع إلى محور حديثنا. هل تعلم بأن تناول الطعام بسرعة، يعني تأكل الطعام، الأكل، أكلك غدا عشاء ريوق بسرعة، من أسباب وجود الغازات في جسمك؟ وبعض الدراسات تقول أن هذا السبب رقم واحد. وألفت نظرك حق نقطة، انتبه معي حق هالنقطة، ركز عدل على اللي بقوله لك. هي الغازات أساساً شلون تتكون، يعني شلون صارت الغازات بالجسم؟ الغازات هي عن طريقين مو طريق واحد. الطريق الأول دخول الهواء مع الأكل، يعني وانت تأكل يدخل هواء، فهذه تصير على هيئة غازات. والطريقة الثانية تحلل المواد الغذائية اللي تأكلها مما ينتج عنه في الأمعاء أو المكان اللي تحللت فيه غازات. الغازات اللي تتكون بالبطن أثناء عملية هضم الطعام الميثان، ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين. مثل يقول الشيء بالشيء يذكر. ساعات وأنا أتكلم عن الغازات يطري على بالي الناس اللي تتساءل شون تي الغازات، شون تتكون الغازات، فأشتط وشط على الموضوع وأروح حق شون تكونت الغازات. الحين نرجع إلى محور حديثنا ونتكلم عن الأكل اللي قد يكون من أسباب الغازات. فطاير الفطاير الفطاير، كلنا حبيبة فطاير، ما أعتقد في واحد ما يحب الفطاير، حتى الفيجيتيري النباتي اللي ما يأكل فطاير سبب غازات. أنا آسف جدا. طيب الخوخ والتفاح من أشهر الشغلات اللي هنقول يحبونها عندنا بالخليج ومرتبطة بالغازات للأسف. في ناس مشتركين مع شركات تغذية، الشركات اللي يوصلون البيت تغذية، وهذه الشركات اللي توصل البيت ما تسوي عصائر فريش، فتعطيهم العصير المعلب، مثلا عصير فكة معلب. إذا كان هذا العصير يحتوي على مادة اسمها السوربيتول فأبشر بالغازات. اقرأوا اقرأوا. في ناس عندهم مشكلة بس هو أصلاً ما يدري إن عندها المشكلة. المشكلة اسمها اللاكتوز انتولورنس، تعاني من انتفاخات وايد شديدة وقوية يعني طول اليوم، خصوصاً عند تناول منتجات اللي فيها لاكتوز. شيء بالشيء يذكر، الحليب من المواد اللي تحتوي على اللاكتوز وبالتالي يسبب الغازات عند الكثير من الناس. النقطة اللي بعدها، هل تعلم إنك إذا تناولت أكثر من صنف صحي مع بعض فوق بعض على طول مباشرة فإن هالشيء سبب مباشر لوجود الغازات؟ مثل تاكل مكبوس لحم من شركة تغذية صحي، وقبلها ماكل سلطة أيضا من نفس الشركة أو من البيت مسويها شيء صحي، وبعدها تاكل قطعة كاكاو نقول دارك شوكولات صحي. شفت هالأمور هذه ورا بعض، إذا حطيتهم واحد ورا الثاني شي فوق بعض، الناس يتاكل سلطة بعدها طبق رئيسي بعدها حلي دايركت، قد يكون هذا سبب من أسباب الغازات عندك. النقطة اللي بعدها، تعرفون الناس اللي يحبون الكابتشينو وأنواع القهوة اللي تكون رغوة،
شرب الرغوة التابعة لأي قهوة قد تكون من أسباب الغازات عندي. أيضا من الحالات الصدمية اللي شفتها بالعيادة أن مراجعة قالت لي أنا ما أشرب الرغوة، أنا أخلطها مع القهوة بعدين أشربها. جابني للضيم، كنت مدلع. أعيد الديباجة اللي يقولها بآخر كل سناب، ما نبي نطول عشان لا يصير الموضوع ممل، نكمل الموضوع يوم ثاني. يعني خلينا نقول هاي الغازات الجزء الأول.